Salut à tous, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo, je suis avec ma mère. السلام عليكم خوتي وخواتاتي المشاهدين المشاهدات الاعزاء الغاليين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بألف خير نتوما وليداتكم ومعز عليكم. اليوم خوتي وخواتاتي جيت نشارك معكم طريقه ديال الدجاج المحمر. اليوم بغينا نديروه وكنا نشاركوه مع خوتنا خواتاتنا. نبداو على بركه الله بالمقادير. بسم الله على بركه الله. عندي هنايا نص معلقه ديال السمن حار، عندي ملون غذائي، ملحه، سكنجبير، الابزار، خرقوم بلدي، شويه ديال الكمون، وعندي هنايا الحامض مصير غير القلب ديالو ماشي القشور، ها هو. وعندي هنايا المعدنوس والقزبر والبصله، ثلاثه ديال البصلات وخمسه ديال الفصوص ديال الثوم. وعندي زيت الزيتون وزيت رومية مخلطين، وعندي غادي نخضر بالزيتون ان شاء الله. وعندي هنايا الكبدة نديروها مع الزيتون، والدجاج ديالنا ها هو مغسول مرقد في الحامض وسكنجبير. وكنت من نغسلو نقيه الملح وداك الشيء، كان نخشي فيها كطروفة ديال الحامض حتى نبغي نصبو ونحيدوه هكا. ونبداو على بركة الله. هكا خوي هاد البصلة ديالنا والربيع هكا، ها بالبصلة يجي بنين بزاف هكا. والحامض ديرو السمن ديالنا، واللي ما عندوش سمن حار يدير كنور ديال السمن راه كاين موجود، والعطريه ديالنا كامل نخويوها هنا. والزيت ما غاديش ندير له هنا لا مع الدجاج حتى يغلي، فوت فيه الغليه باش الدجاج ديالنا يدخل فيه ديك الشرموله، حقاش الزيت كتمنع الشرموله تدخل في الدجاج. بسم الله على بركه الله. كبدة نخليوها حتى التالي. بحال هكا هما هاد الطروفة ديال الحامض، نمسوهم مزيان، هما راه غادي يطيبو غادي يدوبو ما يبقاوش هكا. الطنجرة ديالي قدامي ونبدا على بركة الله. بسم الله. واللي بغى يديرو غير هكا ما يديروش في الطنجره، يديرو في البلاستيكه هكا ويديرو في الفران يعمرو شي فركه في الساشيات نتاع الفرن هكا. هكا حقاش الدجاج ديال هنايا كيحيدوا لهم ديك الخريصه فاش نشدوه، غندير له هكا. غادي نجيب خويه بحال هكا نزيرو باش ما يتفكلوش الرجيلات من يكون يطيب. وراه هاد الخيط ما يدوب ما والو هكا. راه اي واحد يعرف هكا، اي وحده تعرف دير دجاج محمر غير حنايا نشاركو معكم الطريقه ديالنا كيفاش كنديرو له بحال هاك. هاد الشيء هاكا كنخشيو فيه الشرموله
باش ملي يطيب يجي لذيذ وكل شيء. كامل في الجنيبات راه يجي لذيذ بزاف. بحال هكا بحال هكا ونديروه بالمخلف بحال هكا ونديروه مشوي بحال بحال. ديرو واحد يشوف منا واحد يشوف منا باش يبقى الوسع الصدورة ديالهم فاش يشدو الطياب. وهو الدجاج صغير فيه السع يطيب هكا. نديرو له هاد الشرمولة وهاد الكبدة كنخليوها حنايا كنطيبوها بوحديتها هكا. ونمشيو نديروها على البوطة ونتلاقاو بكم لكوساتكم ابخي. دونك غو تو الموند فوالا. ها هو خوتي خواتاتي ها هو الدجاج ديالنا رديتو. دوكا غادي ندير له المرقة اللي غادي تكفيه. هكا بحال هكا المرقة اللي غادي تكفيه. غادي تفوت فيه الغلية عاد نخوي عليها الزيت حتى يغلى لينا شوية الدجاج عاد نديرو له الزيت نتاعنا. وفاش يطيب ان شاء الله بإذن الله نبغيو نديروه في الفران نطلولو الزبدة ونديروه يتمر في الفران. وفاش يطيب ان شاء الله بإذن الله نتلاقاو بكم دوكا ساعة خو أبخي. خوتي خواتاتي المشاهدين المشاهدات الأعزاء الغاليين واحد الدجاج ديالنا طاب هابا طيب. دروك غادي ندير له الزبده غير نحطها في الكره كنت عارفه الزبده راه قاسحه اليوم هكا. بحال هكا غنديرو في الفران بحال هكا من التحت هكا عفوا هذه تحلت شويه ولكن معليش بحال هاك. وغادي درك نديرو في الفران على درجه الحراره 200 نخليه يتحمر ونتلاقاو بكم يلا نوريكم خوتي خواتاتي. هو المريقه ديالنا هي جاتنا على هذا الشكل هذا شفتوا كيف عاقده على الزيتون ديالنا. سلقته شويه في الماء والسكر ورديته في لاصوص ديال الدجاج. وها هي الكبده طيبتها بوحديتها ها هو ها هي ها هي لاصوص ديالها كي جات دايره هكا. ودوك غادي درت الدجاج في الفران يتحمر وفاش نتلاقاو بكم في التوصيه التقديم. خوتي خواتاتي المشاهدين المشاهدات ها هو الدجاج ديالنا جانا على هذا الشكل هذا. ها هو المريقه ديالو عاقده ها هو لاصوص ديالو عاقد وراه ساهل وبسيط وراه اي وحده ديرو وبصحه والراحه. وما كرهناكمش تكونوا معنا في هذا الطبق وما تنساوناش خوتي خواتاتي بالبارطاج ولي لايك الله يجازيكم بخير. واللي ما اشتركش يشترك مرحبا به الف مرحبا. والى فيديو جديد مع السلامه.